موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف المواطنين من فئة محدود الدخل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة هذه الأزمات بما يضمن لهم حياة كريمة. كما تطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية إلى الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكدا دور المبادرة في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وضرورة العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ودخولها حيز التنفيذ. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. أكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة لتفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، ما سيمثله هذا المؤتمر من تكليل للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخي وتعزيز دورها القيادي في هذا الملف المحوري. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية في التخصصات الطبية المختلفة، نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكلية الطب بالمملكة المتحدة. ويعتبر المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC هو المجلس المسؤول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكلية الطب. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، كما ألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية. أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع سيماف التابع للهيئة يستعد لتسليم 25 عربة الدفعة الأولى من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكك الحديدية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإنتاج عربات سكك حديدية مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية. كما أشار التراس إلى توجيهات الرئيس بسرعة تصميم وإنتاج وسائل النقل من عربات السكك الحديدية والناقلات العملاقة لنقل وتداول القمح من مناطق التجميع والموانئ التي تستقبل القمح المستورد لسرعة نقل الأقماح إلى صوامع التخزين المنتشرة بجميع المحافظات. نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا حجب السلع والجرائم التموينية، وضبطت إدارة شرطة التموين حوالي 45 طن مواد غذائية مجهولة المصدر تم حجبها بغرض رفع أسعارها. كما أسفرت الجهود عن ضبط 89 طن أقماح مستوردة ودقيقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. استمرار لجهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم لا سيما الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25 طن من الحطام مجهولة المصدر. قام مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق
لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، كما نجحت في ضبط قرابة 45 طن مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. تم حجب هذه الكمية عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 85 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر ودقيق داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة المسؤول عن مطحن بدون ترخيص لطحن الأقماح بالجيزة. وضبطت الإدارة قرابة 3 أطنان أقماح محلية محظور تداولها لاستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية. واستمرارا لجهود الإدارة في مواجهة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت من ضبط قرابة 99 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها بالأقصر والقاهرة والبحيرة والقليوبية والمنوفية، وضبط 80 طن فول غير صالح للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة. ونجحت الإدارة في ضبط نحو 12 طن مسلي وزيت غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤول عن مخزن للصناعات الغذائية بالمنوفية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتمثل ضرراً على الثروة الحيوانية بالشرقية والمنوفية وقنا، وضبط أكثر من 16 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية بحوزة مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالجيزة. كما تمكنت الإدارة من ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ببني سويف والمنوفية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. الإدارة تمكنت من ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية ببني سويف، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وتمكنت الإدارة من ضبط 92 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها خلال حملات أمنية شنتها بالمنوفية والإسكندرية والقاهرة، تم تخزين هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 15 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية. يلتقي فريق نادي الزمالك نظيره فيوتشر في 9 مساء على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ويحتل الزمالك المركز الأول في قائمة ترتيب جدول الدوري برصيد 60 نقطة، بينما يقع فيوتشر في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.